برحب بحضراتكم من جديد، كل سنة وحضراتكم طيبين. بدأ العام الدراسي بمشاغله بهمومه بالدروس الخصوصية يعني السلزمات اللي بيحتاجها كل طالب على مدار السنة، وده الموضوع مكلف جدا. خليني أقول لحضراتكم حاجة أنا بحبها جدا، بصلوات حضرة صاحب النيافة والغبطة، نيافة الأنبا أرمية، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبط الأرثوذكسي، رئيس قناة ميسات. كانت في مبادرة جميلة السنة اللي فاتت، وهي توفير دروس تقوية للمرحلة الإعدادية أو الثانوية طوال العام. مش بس كده، كمان كانوا موجودين معهم في المراجعة النهائية للامتحانات. لسه مكملين معكم كمان السنة دي، بيوفروا دروس التقوية للشهادة الإعدادية أو الثانوية على مدار العام كله، وكل ده بيتقدم بالمجان. خدمة أتحبوني خدمة كبيرة جدا، وبتدعم أمور كثيرة كمان، بتقدر توفر كشاكيل والكراريس ومستلزمات الدراسية لكل المراحل للأسر الأكثر احتياجا، وكمان بتقدر تدفع المصاريف لأولادنا اللي مش قادرين يدفعوا المصاريف في كل المراحل. الخدمة دي خدمة شاقة جدا، بتكون على مدار العام، ومجهود كبير جدا يعني بفضل الخدمة دي وبصلوات سيدنا ودعمكم ومحبتكم وصلواتكم. عشان كده الخدمة مكملة وهتستمر وتكون أكبر وأكبر. نطلع نشوف التقرير وبعد الفاصل خليكم معنا. خدمة أتحبني. مع بداية العام الدراسي الجديد، خدمة أتحبني بتقدم كشاكيل، بتقدم أدوات مدرسية، بتقدم أدوات لتخصصات علمية زي الميكروسكوب والمسطرة التي والمثلثات والبراجل وحاجات كتيرة جدا جدا بتساعد بيها الخدمة الأسر. بتدفع كمان مصروفات الدراسة ومصروفات الجامعة. كمان الخدمة بتقدم من السنة اللي فاتت، وبعد ما نجحت الخدمة دي نجاح كبير، بتقدم دروس للتقوية لأولادنا وبناتنا من كل المصريين في الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية. خدمة أتحبني دايما معاكم، وبالتنسيق مع الإبرشية هيوصلك الخدمة لغاية عندك. أنا موجود النهاردة عشان أدعم خدمة أتحبني. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدين. هنبدأ معاكم أولى فقراتنا، فقرة الأخبار. بداية هنتكلم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقبال أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، كمان الاجتماع برئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان. هنروح نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل. هذا وقد حضر اللقاء كل من المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا،
والقاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقد رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، والقاضي محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام، والمستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أركان حرب حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل أمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس هنأ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي وافق الأول من أكتوبر، معربا عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي في مصر وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون بما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي وحماية منظومة الحقوق والواجبات على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن، مؤكدا في هذا الصدد أنه لا أحد فوق القانون. كما أكد السيد الرئيس خلال اللقاء التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود المقدرة لتطوير منظومة القضاء وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن الاستمرار في بناء وتعزيز القدرات والكفاءات الشخصية والمهنية لأعضاء المنظومة القضائية المصرية في ظل الأعباء التي يتحملون مسؤوليتها للنهوض بالدور الجوهري في ترسيخ سيادة القانون في مصر. من جانبه أعرب السيد وزير العدل عن تقديره لاهتمام السيد الرئيس بتطوير المنظومة القضائية من خلال حرص سيادته على توفير الإمكانات اللازمة لتعزيز عمل مؤسسات التقاضي بمختلف درجاتها، وكذا من خلال العمل على تعزيز استقلال القضاء وقدرته على تأدية رسالته السامية، مستعرضا في ذلك الصدد ما تم إنجازه لتحسين كفاءة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية. كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الالتزام الأصيل لجميع أعضاء ومؤسسات القضاء المصري ببذل أقصى الجهد على طريق تحقيق العدالة وسيادة القانون وفقا للدستور والقانون، معربين عن تقديرهم للسيد الرئيس لحرصه الدائم على صون مكانة القضاء. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان، من بينها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين التي تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة بعدة مدن، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدد من المحافظات. وفي هذا الإطار تم استعراض ما تم الانتهاء من تنفيذه والإطار الزمني للمراحل المقبلة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الشأن بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمبادرة، مشددا على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، ومنوها في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية. كما تطرق الاجتماع إلى خطط التطوير الاستثماري للمناطق العمرانية خاصة مناطق الساحل الشمالي الغربي، مع التركيز على مناطق جنوب الطريق الدولي الساحلي لرفع قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، فضلا عن تحسين الوجه الحضري لهذه المنطقة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على أهمية الحوكمة السليمة لإدارة الموارد والأصول في تلك المشروعات وغيرها وفقا لأفضل المعايير المتبعة في هذا الشأن، موجها بمواصلة وتوسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وتمكينه ودعم دوره وإنشاء آليات ومحفزات يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك على النحو الذي يدعم الاقتصاد المصري ويتكامل مع المحاور الأخرى خاصة الصناعية بهدف تحقيق شمول واستدامة التنمية.
برحب بحضراتكم من جديد. ناخد مع بعض الخبر الأول، والخبر بيقول: في ظل تصعيد التوترات العسكرية في المنطقة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية برية جديدة تستهدف موقع حزب الله في جنوب لبنان، مما يسلط الضوء مجددا على الأزمات المستمرة في هذا الإطار. وعشان نتكلم بالتفصيل حول هذا الخبر، معانا عبر الهاتف دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. منورنا يا فندم في صباح مين. الله يخليك، فضلك. في البداية، قبل ما أتكلم عن مجموعة التهديدات الجديدة والاجتياح البري اللي دايما إسرائيل بتتكلم عنه، مش قادر أعدي، يعني قبل ساعات من الآن كان في طبعا مجموعة من الصواريخ أطلقتها دولة إيران تجاه تل أبيب. حضرتك شايف المنظر ده إزاي، وشايف يعني الوضع في المنطقة على صفيح من ساخن، حضرتك شايف ده إزاي يا فندم؟ هو بالتأكيد طبعا المنطقة ذاهبة إلى خيارات، لأن نتمنى أن تكون خيارات صفرية في ظل التصعيد العسكري من قبل إيران، وطبعا بطبيعة الحال رد الفعل الإسرائيلي اللي استبق كل الأطر والقواعد المنضبطة والغير منضبطة في التعامل. أعتقد أنه نحن في المرحلة الأولى من المواجهة، لأنه هناك رغبة من الطرفين في نقل رسائل نتمنى أن تكون رسائل رمزية وليست رسائل عسكرية أو استراتيجية لتغيير المنطقة بكل ما فيها. إسرائيل بتساعد بصورة غير مسبوقة استثمارا لتواطؤ أمريكي وتواطؤ دولي فيما يجري، وعكس كامل عن التعامل مع دولة الاحتلال بهذه الصورة، وبالتالي الاستثمار بيتم في هذه الخطوات المتبقية من الإدارة الأمريكية، انتخابات أمريكية داخل مأزوم في إسرائيل أيام قليلة قبل الذكرى الأولى لأحداث 7 أكتوبر، في تطورات كثيرة نستطيع أن نعددها تحقق مكاسب كبيرة لنتنياهو في التصعيد وتنفيذ مخططه لم شمل إسرائيل، تقوية الحكومة بعد دخول الوزير جدعون ساغر، وبالتالي أصبحنا الآن أمام مسار واحد إسرائيل تحدده بصورة كبيرة. الرد الفعل الإيراني هو رد طبيعي، لكن لا نريد أن نهول معلومات العسكرية متضاربة من الطرفين، ولا يوجد مقارنة بما جرى في الأيام الأولى لحرب غزة واليوم مع لبنان. إسرائيل تتحدث عن عملية محدودة، لكن في نطاق العمل العسكري والاستراتيجي حضرتك لا يوجد ما يسمى محدود أو غير محدود، هي عملية عسكرية ربما تتدحرج إلى عملية كاملة والوصول إلى ما بعد الإيطاني، لأنه الحديث هنا عن عودة سكان الشمال كأولوية أولى. لكن الإشكالية المطروحة حضرتك هي مرتبطة بماذا تريد إسرائيل، ترتيبات أمنية في جنوب لبنان، عدم وقوع أي تهديدات في الفترة المقبلة، وعدم تكرار 7 أكتوبر من قبل حزب الله، دفع حزب الله إلى المحاصرة ويعني تطويق خياراته العسكرية والاستراتيجية. إسرائيل بدأت هذا بتكثيف منابع قوة الحزب، يعني صحيح. الكوادر العسكرية والميدانية اختلت أكثر من 200 شخصية مدنية تعمل في المجال العسكري، وجزء منها ده المستوى العسكري، ودي شخصيات حركية لها خبرات طويلة، مسؤولين قواعد صواريخ ومنصات وغيره وقواعد استخباراتية، يعني فبالتالي فرصة لم تتكرر لإسرائيل، وبالتالي الحزب الآن يتخبط بصرف النظر عن قدرته على الرد. دخول إيران دخول رمزي حتى الآن، لكن ربما يلجأ نتنياهو إلى نقل رسائل بقى تصويرية كما أشرت بيم، ضرب بوشهر وأصفهان ونتنياهو وكورد والمنشآت النووية، وليس صحيح أن المنشآت تحت الأرض كما يروج بعض الإعلاميين، غير صحيح، المنشآت موجودة وحصل عمليات تخريب لها كما حدث، فبالتالي في جملة من التفاصيل يمكن لإسرائيل الاستثمار فيها بصورة كبيرة. أعتقد أنه موقف الأمريكي موقف غير جيد بالنسبة لنا، نتنياهو يتحدث كما تعلم حضرتك على عملية كبيرة لتغيير شكل الشرق الأوسط وأنه ستغيره بصورة أو بأخرى، فبالتالي لا يوجد ضوابط ولا توجد معايير لضبط المشهد بهذه الصورة. صحيح. تحياتي لحضرتك دكتور طارق، وزي ما حضرتك بتقول إلى جانب الولايات المتحدة، يعني التحذيرات من المجتمع الدولي خاصة بعد الهجوم الإيراني امبارح على إسرائيل، حضرتك شايف إزاي التداعيات هتكون على الشعب اللبناني وعلى المنطقة مع التطورات والتصعيد المستمر يا فندم؟
يعني خلينا نقول انه ايران كانت ليست لديها فرص كثيره، لابد ان ترد مكانه ايران وهيبتها وطبعا دعمها لجبهات الاسناد المختلفه. كان لازم حضرتك ترد بصرف النظر عن شكل الرد. حتى الان حضرتك نحن نقيم هذه الضربات وشكلها واثرها وتاثيرها، وهل هي ضربات موجعه، هي وصلت لمقرات امنيه كالمرتاد مثلا، ووصلت الى بعض المنشات العسكريه وقواعد في الشمال، وهيئه الفتره والرقابه العسكريه منعت النشر امس. وبالتالي ننتظر هل هذه الضربات كانت موجعه، عدد القتلى الذين سيسقطون في المواجهات، يعني في معايير هنقدر نحكم فيها اذا كانت الضربه ضربه شكليه مثل ما كانت الضربه الاخيره. لكن اعتقد الرساله هي الرساله انه ايران ترد ايا كان شكل الرد. حتى الان لم تستخدم وكلائها، يعني التيار الحوثي منضبط حتى الان، يعني جماعه الحوثي منضبطه، الجماعات العراقيه والسوريه بتوجه ضربات لكنها غير مؤثره. فبالتالي لا زلنا في مرحله الترقب والانتظار. الحديث عن حرب اقليميه لا زال مبكر، لكن المنطقه تندفع حضرتك بهذه الصوره، لانه ايران سترد، لابد لاسرائيل انها سترد، واسرائيل يمكن ان تقوم باتباع السيناريوهات الاقصى حدودها، يعني والسيناريو الارجح هو اما تخريب برنامج الصواريخ واما ضرب البرنامج النووي. البرنامج النووي حضرتك ده بره تاج ايران، يعني كل ما تشاهدينه الان من تحركات ايرانيه في الاقليم منذ سنوات، والهدف الاسمى للدوله الايرانيه هو الوصول حضرتك الى ايه؟ الى القنبله النوويه. الايرانيين وصلوا الى العتبه النوويه لكن لم يصنعوا بعض القنبله، وبالتالي الهدف الان هو الحفاظ على ما تم، الحفاظ على البرنامج الصاروخي، الحفاظ على كامل البرنامج النووي. وبالتالي هناك رهانات كثيره اذا اقدمت اسرائيل، ولن تجد فرصه افضل من هذا، لان في مراحل معينه منذ اوباما تذكري حضرتك والى الرئيس ترامب وايضا الرئيس جو بايدن، كان الحديث عن ان امريكا تدخل على الخط وتشارك في الضرب. اليوم الولايات المتحده موجوده، الدفاعات الامريكيه والبريطانيه حمت سماوات اسرائيل امس، وبالتالي يمكن ان تشارك بصرف النظر عن وضع الحاله الداخليه في امريكا والانتخابات وغيرها. لكن اليوم الولايات المتحده شريك مع اسرائيل فيما يجري. هل ستبادر الولايات المتحده بدعم اسرائيل بتوجيه ضربه الى ايران وتغير من قواعد الاشتباك؟ ده مطروح حضرتك بقوه. طيب. دكتور طارق، ده يخليني اسال حضرتك، يعني هو سؤال كبير شويه، بتكلم هل الصواريخ اللي انطلقت من ايران امس هل دي تمثل الحرس الثوري ولا تمثل القياده السياسيه في ايران؟ ده الشق الاول. الشق الثاني، التصريح الواضح والصريح قبل الانتخابات الامريكيه تقريبا بشهر، وتصريح بايدن بيقول امبارح بان الولايات المتحده مستعده لمساعده اسرائيل في مواجهه الهجمات الايرانيه الصاروخيه. حضرتك شايف ازاي ده يا فندم؟ الاجابه للسؤال الاولاني يعني مرتبطة بأنه لا يوجد انقسام كما تتحدث الميديا الإسرائيلية والأمريكية، حرس ثوري، قوات جيش، وإيران اجتمعت على يعني على موقف واحد، مثلما اجتمعت إسرائيل داخليا معارضة وأغلبية في هذا التوقيت. فالقضية ليست من رد، الرد الحرس الثوري، والحرس الثوري في النهاية هو القوة الضاربة لإيران. لكن القضية أنه هناك اتفاق في إيران الآن يقود المرشد خاميني نفسه، يعني مرشد الثورة والرئيس الإيراني والحكومة الإيرانية والحرس الثوري ومؤسسات الجيش اللي هي المتابعة ومؤسسات الأفرع التابعة لولاية الفقيه، يعني مش عايز أعدد الجهات، هي كلها اتفقت على هذا. الضربة كانت في إيران بصرف النظر عن قواعد توزيع اللعبة ومراكز القوة والتأثير داخل الدولة الإيرانية. النقطة الثانية هو أن الولايات المتحدة شريك، نحن لا نحمل الولايات المتحدة فقط مسؤولية دعمها لإسرائيل، لكن نحملها إلى ما ذهب إليه الإقليم من توتر وتجاذب بصورة كبيرة، إدارة متخاذلة وفي تواطؤ واضح منذ ملف غزة إلى اليوم مع الجانب الإيراني. وفي اليوم الحديث أن الولايات المتحدة خلال الخمسة أسابيع المتبقية ستستثمر فيها إسرائيل بصورة كبيرة. عملية جنان بالمناسبة حضرتك لن تستمر ايام، ربما اسابيع وعده اشهر. صحيح. بفرض الترتيبات الامنيه والعسكريه في عمق المناطق في الجنوب اللبناني والوصول الى مناطق التماس الى الجوار الوطني، في ترتيبات كثيره ربما تذهب الى عمليه بريه شامله وليست محدوده كما ذكرت لحضرتك. لا توجد في الامور العسكريه والاستراتيجيه محدود او غير محدود. صحيح. عمل منضبط عسكري او غير منضبط، هذه يعني
يعني ألفاظ ومصطلحات لا علاقة بالإدارة الاستراتيجية للمعارك والحروب يعني. طبعا نتمنى الأمور تكون في أفضل حال، وطبعا ما يكونش في حروب الفترة المقبلة أو في المنطقة، لأن في الوقت ده الجميع يدفع ثمن. بنشكرك جدا القامة العلمية الكبيرة دكتور فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم فقرة الأخبار بعد الفاصل. لما تقولوا يحصل، الصناعة حلقة متكاملة، مش مجرد مصانع وعمال، الصناعة قرار. وكان القرار إن الدولة المصرية لازم تفتح الملف ده وتشتغل على خطة متكاملة تنقلها من منطقة الاستهلاك لمنطقة الإنتاج. القرار كان صعب لأنك مش بتاخد قرار في حاجة واحدة، بالعكس محتاج قرار في مجمعات صناعية وتوفير طاقة ومستلزمات إنتاج ونقل. تم بالصناعة وزود المدن الصناعية فعلا والقروض الصناعية، لا الدولة يعني مهتمية جامد أو بالصناعة. لكن الدولة المصرية قبلت التحدي واشتغلت على الملف بكل طاقتها، وحطينا حلول للمشاكل وقدرنا نسخر كل مواردنا علشان نوصل لغاية الإنتاج. إجمالي حجم المشروعات في قطاع الصناعة خلال التسع سنين اللي فاتوا وصل 128 مليار جنيه. يمكن الرقم ده يكون هو إجابة سؤال بعض الناس عن إيه اللي عملته الدولة في ملف الصناعة، والإجابة بتكمل بمبادرة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة وقروض لتنمية المشروعات الصغيرة ب 46 مليار جنيه، وده من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. مش بس كده، لا كمان منح بقيمة 3.1 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب. وقدرت الدولة تقدم حوافز للمصدرين وصلت ل 56.5 مليار جنيه. الدولة قررت تنشئ بنية تحتية للمصنعين الجدد اللي كانوا مش عارفين يعملوا ايه، وانشأنا 17 مجمع صناعي بإجمالي 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة بتكلفة وصلت ل 10 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%، والإنجاز مستمر، وقدرنا نرجع ونطور صناعات استراتيجية زي صناعة الغزل والنسيج، وده من خلال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم في المحلة الكبرى، وصناعات تانية مهمة زي صناعة الألمونيوم والصلب. ومش بس كده، وطننا صناعات جديدة زي صناعة السيارات الكهربائية والصناعات الخضراء والصديقة للبيئة. كل ده غير إنجازات الدولة في مصانع الاستزراع السمكي والرخام والجرانيت، وإنجازها في وضع اسم صنع في مصر على أكبر مصنع أسمنت في الشرق الأوسط في بني سويف. ما كانش ينفع نعمل نهضة صناعية حقيقية بدون دعم تشريعي ومحاربة البيروقراطية. الدولة المصرية بدأت في تغيير كل القوانين والتراخيص الصناعية، ولأن الإنسان هو العنصر الأساسي في الصناعة، اهتمت الدولة بملف التدريب والتأهيل عشان تواكب التطور اللي حصل في كل المعدات والأجهزة. علشان كده تم تدشين 43 مركز تدريب مهني في 18 محافظة، وتنفيذ 876 برنامج تدريبي، وده بالتوازي مع استكمال برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الاتحاد الأوروبي. مفيش حلم بيبقى حقيقة من غير تحديات، ويمكن مفيش أكبر من تحدي أزمة كورونا اللي وقفت كل مصانع العالم، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية اللي أثرت على أكبر الاقتصاديات في العالم، وده أثر على مصر في رفع فاتورة الاستيراد. الدولة واجهت الأزمة وفكرت وقررت إنها لابد من توطين الصناعة للمنتجات اللي بنستوردها بشكل كبير، وعلشان كده ظهرت مبادرة ابدأ، اللي كان الشغل الأساسي بتاعها تسهيل الإجراءات على أي حد عنده فكرة للتصنيع المحلي وتقديم كل الدعم اللوجستي والمادي. وبدل ما كنا بنصدر ثرواتنا خام لغيرنا عشان يصنعها، بقينا نصنعها احنا ونكفي سوقنا المحلي وكمان نصدر لغيرنا. الباص ده مكتوب عليه الصنع في مصر، الجملة اللي بقت متداولة في الأسواق العالمية. مش غريب دلوقتي تلاقي الجملة دي على منتجات في أسواق كتير حوالين العالم، وده يمكن قدر انه يخفض العجز في الميزان التجاري لحوالي 42.8 مليار دولار، ولسه الرقم هيقل اكتر طول ما مصانعنا شغالة. وصلنا بالقطاع الصناعي انه يساهم ب 16.8% من الناتج المحلي الاجمالي. كل الارقام يمكن تفهمها اكتر لما تعرف ان قطاع الصناعه في مصر مشغل اكتر من 3.7 مليون مصري. التطور الكبير في الصناعه خلانا نقدر نصدر ب 35.8 مليار دولار حجم الصادرات المصريه في 2022، بزياده 61.3% عن 2014.
والحلم مستمر إننا نوصل هدفنا ل 100 مليار دولار صادرات مصرية. ملف الصناعة المصريين عملوا فيه معجزة، معجزة ما كانش هدفها بناء وتشغيل مصانع، لكن كان هدفها الأكبر إنها ترجع مصر على خريطة الصناعة في العالم. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. زي ما شفنا في التقرير اللي فات وقد إيه اهتمام الدولة بالتطوير في مجال الصناعة، مش بس مجال الصناعة بس، لكن التطوير في كل المجالات. أهم كمان المجالات اللي بتهتم الحكومة حاليا بتطويرها مجال التنمية العمرانية، وإزاي إن أنا يكون عندي مناطق يعني أهلة أو إن هي يعني تنفع إن أنا أعيش فيها كمواطن. طبعا ده الاهتمام بكل الفئات، وبكل طبعا الفئات الأولى بالرعاية هي اللي بقت دلوقتي بتحظى على أهمية كبيرة جدا من يعني من الجانب الحكومي. ويعني في هذا السياق رئيس الوزراء بيتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية. اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصندوق. احنا عشان نعرف اكتر عن الموضوع وعن تفاصيل اكتر عن المشروع هيكون معانا على الهاتف الاستاذ إيهاب حنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ نجدين، اهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني المشروع عن تطوير المناطق العشوائية وكم مشروعات كتيرة جدا من خلال الصندوق، عايزة حضرتك تدينا فكرة بداية عن صندوق التنمية الحضرية يا فندم. طيب طبعا خير. الأول يمكن احنا حصل يعني مداخلات كتيرة قبل كده، احنا من أيام ما كنا صندوق تطوير المناطق العشوائية اللي أنشئ بعد سقوط صخرة الدويقة. طبعا الصندوق يمكن احنا في الفترة السابقة دي اللي احنا كنا شغالين على المناطق العشوائية غير الآمنة اللي كانت بتمثل تهديد لحياة المواطنين، والحمد لله بعد نجاحنا احنا يعني انتهينا من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وحاليا شغالين في المناطق الغير مخططة والأسواق العشوائية. ابتدى تغير اسم الصندوق بمفهوم أوسع وبمهام أكبر، بين الصندوق التنمية الحضرية، وإحنا يعني نشتغل بقى في مشروعات تنموية وتطوير عمراني على مستوى محافظات مصر كلها. يعني هو طبعا رئيس مجلس أمناء الصندوق دولة رئيس الوزراء، وفي 10 وزراء في المجلس، فهو في الحقيقة كل فترة طبعا يعني لازم بيتعرض موقف المشروعات اللي بينفذها الصندوق في الوقت الحالي، وده الاجتماع يمكن اللي كان بصدد حضرتك بتوضحه دلوقتي. الصندوق طبعا ليه مشروعات تنمويه كتيره جدا، ودي يمكن اللي عرضها المهندس خالد الصديق رئيس مجلس الاداره. احنا عندنا يعني المبادره الرئاسيه اللي هي التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وده في الحقيقه مستهدف منها 500,000 وحده سكنيه. احنا شغالين في الفتره دي على 13 محافظه اللي هي حوالي 61,000 وحده سكنيه ب 23 موقع. وفي الحقيقه برضو انا يمكن اتكلمنا مع بعض في الجزئيه دي قبل كده، بس هو فكره المشروع ان انا قطع الاراضي الفضاء او الخاربه او اللي مستغله استغلال ما يتوافقش مع قلب المدن والعواصم الكبرى دي حصل لها يعني حصر، وابتدينا كل قطعه ارض شفنا ايه المميزات او الفرص والتحديات اللي فيها، ابتدينا نحدد مشاريع سواء خدمية سواء إسكان. وإحنا يمكن بنفرق شوية إن إحنا الإسكان عندنا إسكان حر مش إسكان اجتماعي، الوحدات اللي بيتم بنائها داخل المدن وعواصم المحافظات مش في المدن الجديدة، وده في الحقيقة المشروع يمكن اللي هو يعني إحنا بقالنا فترة، وده اللي كان عرضه المهندس خالد الصديق موقف التنفيذي لل 23 موقع في ال 13 محافظة. وفي نفس الوقت الحملة البيعية اللي احنا الصندوق بيقوم بيها، احنا بقالنا يعني ان شاء الله كده على نهاية السنة احنا بادئين من اول السنة، صحيح بقالنا
سنه في مجال. استاذ ايهاب خليني ارحب بحضرتك، نورنا يا فندم في صباح الخير. سعادتك الله يخليك. طبعا احنا لو اتكلمنا عن يعني المجهودات والتغير الكبير اللي تم في هذا الشان، طبعا احنا محتاجين حلقات يعني، وطبعا احنا يمكن الاغلبيه بنهتم اكتر نعرف على اللي بيتم جوه القاهره من تطور في اماكن كتيره جدا اتغير بالكامل، ولكن طبعا المشروع موجود في اغلب المحافظات. خليني اتكلم في حاجه تخص الشباب يا فندم، الاهتمام بالمجمعات الصناعية والاهتمام بالمشروعات الحرفية، وخصوصا طبعا بيتم يعني المبادرة تقريبا حوالي 800 ورشة. ايه اللي تم يا فندي في هذا السياق، ويا ترى في تجديد للامور والموضوع يعني في اقبال وفي تحسن كبير؟ اه طبعا ده في الحقيقة ملف تاني وملف كبير جدا يعني مع المبادرة دي. برضو دي كانت الحقيقة برضو توجيهات رئيس الجمهورية. هو المشروع بقى ايه، هتحس ان هو متداخل شويه، لان احنا في الحقيقه عندنا كنز كبير جدا في مصر، وللاسف احنا مش حاسين بيه، المناطق الاثريه والتاريخيه اللي موجوده في مصر. عندنا كم مناطق اثريه كتيره جدا ومسجله في اليونسكو، ويعني مساحه كبيره جدا مسجله في اليونسكو ان هي كممتلك تراث عالمي نسيج عمراني حي احنا بنحافظ عليه. عشان كده في الحقيقه ده كان من احد المشروعات اللي كل بيها الصندوق واحنا بنشرب بيها طبعا، لو ان هو في الحقيقه مشروع يعني قومي كبير جدا. احنا حتى ما بنقولش تطوير القاهره التاريخيه، بنقول اعاده احياء القاهره التاريخيه. هي الفكره طبعا احنا عندنا يعني ابتدينا بخمس مناطق، يمكن احنا زي ما بنقول التعامل فيها بالمشرط، لان زي ما بقول لحضرتك ان هي مسجله يونسكو، فلازم بحافظ على النسيج العمراني الموجود. حتى المباني اللي بيتم ازالتها ببنيها برضو على نفس النسيج العمراني، اللي هي الحواري الضيقه، اللي هو الطابع ده اللي هو الـ يعني بعض السياح بيحبوا يجي يعيشوا الجو اللي هو بتاع المناطق دي. صحيح. ففي الحقيقه من ضمن التحديات اللي كانت واجهتنا كبيره جدا لما نزلنا المناطق ديت، فوجئنا بكم العشوائية اللي فيها وتدهورها، ويعني عايز اقول لك ان 80% منها للأسف بيستغل استغلال سيء كمخازن وورش وحاجة لا تتوافق مع القاهرة التاريخية. فمن هنا في الحقيقة كانت بالنسبة لنا مشكلة كبيرة جدا. طب انا الورش دي، ما دي برضو يعني ابواب رزق مفتوحه لناس كتيره، وطبعا زي ما حضرتك بتقول يعني بتبقى الاسره بالكامل، الاولاد والاب و يعني ومجال عمل كبير جدا. صحيح. نفس الوقت حرفه لازم احافظ عليها. فابتدينا في الحقيقه فكرنا، هي دي يمكن المنطقه الحرفيه اللي حضرتك بتتكلم عليها، طب انا ازاي مش هينفع ابعدهم، يعني المناطق القاهره دي في قلب القاهره، اللي هي منطقه الحاكم بامر الله، باب زويله، حاره الروم، درب اللبانه عند مسجد الرفاعي، وفي ومنطقه الحسين، فدي كلها مناطق في قلب القاهره. طب صحيح. انا الورش دي هوديها فين؟ ابتدينا الحقيقه فكرنا، وده كان تحدي كبير، وعشان كده يمكن كنا دايما بنوضح الدنيا كانت عامله ازاي، لان انت بتتعامل في ظروف صعبه جدا، منطقه صخريه وجبليه وتجاويف، ويعني منطقه صعبه جدا في الحقيقه واثريه في نفس الوقت يا فندم. لا انا بتكلم بقى على المنطقه اللي هيتنقلوا ليها. فدي كان لازم اهيئها، عشان كده هي كلفتنا صحيح كتير، بس عشان ما نبعدش الناس دي، لان في بعض يعني النقل كان فين يا فندم؟ ليه يا فندم؟ النقل كان فين؟ هو ده المشروع اللي حضرتك بتتكلم عليه، اللي هو ال 60 فدان، ده اللي هو في منطقه شمال الحرفيين على محور جيهان السادات. يعني بيبعد حوالي نص كيلو عن مناطق القاهره التاريخيه اللي احنا شغالين فيها في الوقت الحالي. هي دي المنطقه الحرف او الورش الحرفيه دي، زي ما بقول لحضرتك، وده مجتمع كامل، يعني احنا عاملينه مجمع صناعي حرفي كامل، زودنا فيه حوالي 19 عمارة عشان اللي حابب يبقى متواجد قريب من منطقة الورش، فيها زي مدرسة حرفية، أو احنا لسه بنفكر يعني يبقى حاجة للتعليم، يعني بعض الحاجات التكنولوجية الحديثة بقى. صحيح. سواء في مجال السيارات، في مجال التكنولوجيا. فيها كنيسة، فيها مسجد، فيها دار مناسبات ضخم جدا، فيها أسواق، مناطق أسواق، فيها نقطة شرطة،
مكتب بريد اطفاء اسعاف، كل ما يعني الخدمات اللي هيبقى مع مجتمع متكامل مدينه وهي دي. اتفضلي. تمام استاذ ايهاب، يعني خلال الاجتماع ايضا تم مناقشه الناحيه التسويقيه للعواصم المحافظات، يعني تقريبا تم تنفيذ حوالي 61 وحده في 13 محافظه ب 23 موقع تقريبا مختلفين. عايزه اعرف من حضرتك اهميه مناقشه الجانب التسويقي للوحدات. طيب دي نقطة مهمة برضو، لأن أنت عارف حقيقة إحنا زي ما ابتديت مع حضرتك، إحنا كنا الأول صندوق تطوير المناطق العشوائية، ده كان صندوق خدمي بيشتغل من ميزانية الدولة. دلوقتي إحنا ابتدينا عندنا جزء خدمي ولسه بنستكمله، مش هنهرب منه أكيد، بس إحنا بقينا هيئة اقتصادية. هيئة اقتصادية يعني أنا بالتالي لازم يعني كمؤسسة بصرف على نفسي أو بصرف على المشروعات اللي أنا ببتدي انفذها. ففي الحقيقه احنا طبعا يعني في قطع اراضي كتير طلع بيها قرارات جمهوريه للصندوق، بالتالي لازم ابتدي. عملنا اللي هي المشروعات زي ما حضرتك قلتي ل 61,000 وحده سكنيه في 23 موقع في 13 محافظه. المشروعات لما خلصناها طبعا لازم موضوع التسويق ده نقطة مهمة جدا دلوقتي للصندوق، لأن أنا هيئة اقتصادية فلازم أبيع وأسترد المبالغ اللي صرفتها علشان أقدر أعمل مشروعات تنموية في محافظات أخرى. ففي الحقيقة دي طبعا عبء كبير جدا على الصندوق، بس في نفس الوقت يعني برضو حاجة كويسة إن أنا زي كجهة الحمد لله نلنا ثقة المؤسسات الدولة ورأس الدولة، فابتدينا احنا اللي بنعمل المشروعات، ابتدينا بنصرف على المشروعات دي، وفي نفس الوقت في جزء تنموي بتستفيد منه المحافظات والأهالينا طبعا الموجودين في حاجات. فالمشروع ده في الحقيقة زي ما قلنا زي ما حضرتك قلتي في 13 محافظة، القاهرة، سويس، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، المنيا، سوهاج، الدقهلية، كل دي محافظات شغالين فيها. المرحلة الأولى اللي هو الموضوع الطرح الأولاني ده ابتدى الفترة اللي فاتت، والحمد لله زي ما يمكن ابتديت قلت لكم ان احنا يعني اشتغلنا مرحلتين دلوقتي وبدأنا في المرحلة الثالثة، ده اعتبارا من بداية العام الجاري يعني. نشكر حضرتك جدا أستاذ إيهاب الحنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا على كل ما استفدت به من معلومات. أعزائي المشاهدين دلوقتي نطلع لفاصل، وبعد الفاصل خليكم معانا. مصر ابتدت في عشرات المشروعات القومية في كل المجالات، كل المشاريع دي ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد من تاني وتعزيز دور القطاع الخاص في البلد، وده انعكس في ارتفاع الاحتياطي النقدي لرقم تاريخي وهو 45 مليار دولار، وانخفاض التضخم من أكتر من 33% لحد ما وصل في 2019 لأقل من 4%. واحد من أهم عوامل نجاحنا كانت المعجزة اللي حققناها في قطاع السياحة بعد ما استعدناه من بعد سنين انهيار بسبب الفوضى اللي مرت علينا، وبعد ما انهارت إيرادات القطاع في 2011 بنسبة 30% ما سكتناش، وفي خلال 9 سنين وصل حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والأثار ل 65.15 مليار جنيه. انتشار وباء كورونا في نهاية 2019 خلى العالم كله يقعد في البيت، المصانع وقفت والإنتاج اتعطل، ونتيجة لده تعرض الاقتصاد العالمي لانكماش وخسائر وصلت لـ 8 تريليون دولار، فأسوأ أزمة شهدها العالم من أيام الكساد العظيم. وحتى بعدها لما الحياة بدأت ترجع من تاني ظهرت مضاعفات للأزمة بعد ما وصل الطلب على المنتجات لأقصى درجة، فحصلت أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد ضربت العالم كله. دخلنا في أزمة تانية، الحرب الروسية الأوكرانية، واللي ضعفت من أزمة سلاسل الإمداد، وفوقها عملت أزمة طاقة بعد ما ارتفعت أسعارها بنسبة وصلت لـ 20%، والنتيجة كانت موجات تضخم اجتاحت دول العالم بالكامل، وبسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة فاتورة الاستيراد المصرية تضاعفت في وقت قليل، بس إحنا كنا مستعدين. البنك المركزي اتخذ سياسات نقدية مشددة برفع سعر الفايدة لمواجهة التضخم، والمالية زودت مخصصات الحماية الاجتماعية وزودت الأجور والمعاشات،
عشان تساعد المواطن على تخطي الأزمة، وكملنا في طريق جذب الاستثمارات بقوانين زي الرخصة الذهبية، وعملنا المؤتمر الاقتصادي، ومن مايو 2022 قمنا بكتير من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال من خلال عدة مسارات زي وثيقة سياسة ملكية الدولة وإطلاق منصة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتسهيل حل مشكلات المستثمرين. كذلك قمنا بإنشاء صندوق مصر الفرع للطروحات واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتوطين منظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية وتعليق الضريبة العقارية لمدة 3 سنين ل 19 قطاع صناعي ومبادرة دعم القطاعات الزراعية والصناعية بفايدة ميسرة 11%. وفي 2022 البلد حققت أعلى زيادة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في 10 سنين بإجمالي وصل ل 10 مليار دولار بزيادة ضعف تقريباً عن 2014. وعلى مدار السنين دخل مصر صافي استثمارات وصل ل 63 مليار دولار. محدش استنى إنجاز يسلم التاني، بالعكس مصر اتحركت في كل المحاور في نفس الوقت، لأنها أمنت إن الحكاية مش حكاية مباني ومصانع، الحكاية في الأساس حكاية وطن. برحب بحضراتكم من جديد، ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر بيقول الحوار الوطني يناقش التحول من الدعم العيني إلى النقدي. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا لمناقشة قضية الدعم وتطبيق أحد النظامين النقدي أو العيني، حيث أن الاجتماع يأتي في إطار استعدادات الحوار لمناقشة قضية الدعم والتي أحالتها الحكومة إليه خلال الفترة الماضية. وعشان نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الخبر معنا عبر الهاتف دكتور وليد جابالله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. صباح خير يا دكتور. اهلا وسهلا، صباح الخير يا استاذ مايكل، صباح الخير يا استاذ نرمين، وصباح الخير لكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم، منور. اهلا وسهلا. يمكن يا فندم لو اتكلمنا في الموضوع ده ممكن هو موضوع شائك شويه، اول ما حد يفكر في الدعم النقدي والمادي اوتوماتيك هيفكر في قصه التمويل وطبعا في امور اخرى. يعني حضرتك شايف ممكن يكون في فايده اكتر لان الحكومه تقدم الدعم يكون نقدي بدل ما توفر منتجات، ده هيوفر ولا الموضوع هيكون شائك، ولا حضرتك شايف ده ازاي؟ بس خلينا علشان يعني نكون نتناول هذه المسألة بهدوء وبطمأنينة نقول ان مخصصات الدعم في الموازنة العامة حوالي 636 مليار جنيه. المقرر موجود مش هيقل، فسواء كان الدعم نقدي او سواء كان الدعم عيني مخصصات الدعم في الموازنة موجودة وهيتم انفاقها، فما بقاش فيه قلق. في حالة الخشية من ان هي تزيد، ففي هذه الحالة احنا ايضا اللي بنتحملها، لان لما المخصصات بتزيد بتزيد في صورة قروض بيتم تحملها على الموازنة العامة، وطبعا وهي ديون على المواطن وعلى الدولة يعني. صحيح. انما في كل الاحوال المخصصات موجودة، ازاي نختار نظام دعم يكون افضل يقوم بترشيد الدعم يصل بالدعم الى مستحقيه، هو ده اللي مطلوب، لان احنا بنشوف ان الدعم العيني بيصل الى فئات غير مستحقه. يعني لما بتحدث عن دعم المواد البتروليه على سبيل المثال، مصر حوالي 10% من المقيمين في مصر اجانب بيحصلوا على هذا الدعم. هناك ايضا ليكن من 30% اكثر شويه من الاغنياء غير المستحقين. اذا قدامي ان دعم المواد البتروليه بيصل فيش لشرائح غير مستحقه. ازاي نحن نتعامل مع هذا الملف ده؟ ازاي ان برضه لما هتكلم في دعم النقل الاجانب وال بيبقوا موجودين في وسائل المواصلات وبيحصلوا على جانب من الدعم. طب هو كده فهمت من كلام حضرتك يا دكتور، كده بنتكلم على الدعم بقى بشكل عام، هنتكلم بقى عن ملف الطاقه كمان، بنتكلم على الكهرباء والبترول والبنزين، يبقى كده الاشخاص هتاخد دعم نقدي والاسعار تزيد على الغير مستحق. هو الدعم خلينا نقسمه، هناك دعم عيني موجود وهيستمر وما فيهوش اي مشاكل، زي دعم الدوله للإسكان الاجتماعي على سبيل المثال، الناس اللي تستحق إسكان اجتماعي ده دعم مستمر. هناك دعم عيني أيضا في زي العلاج على نفقة الدولة بتدعمه. لكن هناك خمس عناصر بيشكلوا
يعني ما يقرب من 50% من كتلة الدعم أو حوالي 47% اللي هم الطاقة والمية والكهرباء والبنزين والوقود والنقل دي طب والغذاء طبعا والتموين اللي هي مواد التموينية والخبز دي طبعا دي الأمور اللي محتاجين ان احنا نحاول نفكر بحيث يصل الدعم الى مستحقيه وان يصل الى المصريين المستحقين من الشريحة الاولى بالرعاية والشرائح المتوسطة لان الشرائح المتوسطة ايضا لها الحق في الدعم في حدود احتياجاتها من الامور الاساسيه. دكتور وليد تحياتي لحضرتك. يعني حضرتك كده تقصد من يعني المستهدف من الموضوع ان يبقى في الفئات اللي هي المستحقه وان هيتشال الفئات الغير مستحقه. طيب دي هتبقى ازاي يا فندم؟ يعني دي اليه التطبيق هتبقى ازاي؟ هو طبعا اليه التطبيق دي المكلف بيها الاساسي هو الحوار الوطني واللي انعقدت اولى جلساته لمناقشه هذا الامر. انما جميعنا طبعا يعني مدعوين لتقديم مقترحات للحوار الوطني واللي من خلال جلساته هيتم الانتهاء الى شكل محدد وتوقيتات محدده للتعامل مع هذا الملف. طيب دكتور خليني اسال حضرتك عن الدعم العيني. طبعا ليه بعض السلبيات بنشوف بعض من او قله من التجار بيستخدموا الموضوع غلط، بيتم التهريب او بيتم ان السلعه دي بيخفوها وتتباع بارقام كبيره. يمكن الموضوع شائك، التفاضل ما بين الدعم العيني والنقدي الموضوع صعب. في النقطه دي حضرتك شايف ده ازاي؟ يعني هو احنا مش لوحدنا في العالم، العالم فيها انظمه دعم نقدي ودعم عيني وكل دوله بتعمل باقه من الدمج ما بين العناصر ما بين الاثنين. احنا طبعا كلنا عايشين وكلنا عارفين ان الدعم العيني في بعض العناصر بيسبب مشاكل مش بس للتجار، طبعا هناك فساد في المنظومه بصوره نسبيه لدى بعض العناصر. هناك ايضا استخدام سيء، يعني لما بنتكلم حتى في الخبز ممكن يتم استخدامه استخدامات اخرى، الامور ممكن بتتسرب. فعمليه يعني مراجعه الدعم ده شيء مهم جدا وده لازم يتم بصوره دوريه لان صحيح. المساله متغيره ومش هتكون ده اخر مره يتم فيها المراجعه، سيظل باستمرار هناك مراجعه وده احنا بنشوفه بصوره يعني مستمره في مراجعة المستحقين لمعاش تكفل وكرامة وازاي بيتم تطوير الشروط بحيث ان التكفل وكرامة يصل الى الشرائح المستحقة وده دعم نقدي. يعني الناس اللي متخوفة من الدعم النقدي فتكفل وكرامة دعم نقدي ومتطور باستمرار والشروط بتاعته بتتطور باستمرار واتصوره ان هو قدر يعني يكون بمثابه اضافه للكثير من الشرائح في المجتمع. اتمنى طبعا يعني الوصول لحل يكون يقدر يوصل الدعم المستحقين، لان فكره ان حد ياخد حاجه هو ما يستحقهاش ده على حساب حد محتاج يعني. فنتمنى طبعا الامور تكون في افضل حال. بنشكرك جدا دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والاحصاء والتشريع. مشاهدينا مكملين مع حضراتكم فقرة الأخبار، هنروح لفاصل ونرجع تاني. من آلاف السنين مصر بنت حضارتها بالزراعة، لكن الزراعة واجهت تحديات كتير، بس خطوة ورا خطوة من 2014 بنسابق الزمن لأجل ما نرجع مصر تاني أرض الخير. وأول خطوة كانت التوسع الأفقي باستصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة في المناطق الصحراوية في مصر، مشاريع زي الدلتا الجديدة ومشروعات في جنوب الوادي وشرق العوينات وتنمية شمال ووسط سيناء وإعادة هيكلة 1.5 مليون فدان في مشروع الريف المصري، بالإضافة لإعادة إحياء مشاريع زي مشروع تشكى الخير. وفي خلال 9 سنين بس نجحنا في استصلاح حوالي 1.7 مليون فدان، ووصلنا بالرقعة الزراعية لتسعة 1.7 مليون فدان مقابل 8 مليون فدان في 2014. وبلغت تكلفة ما تم وجاري تنفيذه من مشروعات في مجال زراعة واستصلاح الأراضي أكثر من 46 مليار جنيه من 2014 حتى 2022. وبلغت قيمة الاستثمارات العامة في قطاع الزراعة 38 مليار جنيه
عام 2022 مقارنة ب 5 مليار جنيه في 2014. اشتغلنا كمان على التوسع الرأسي اللي أدى لزيادة الإنتاجية خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، ونجحنا في استنباط 150 صنف جديد عالي الإنتاجية، وده لمحاصيل زي القمح، الرز، الذرة والفول وغيره. ونجحنا في استنباط 30 صنف الأهم محاصيل الخضر، بالإضافة طبعاً للمشروع القومي للصوامع واللي نتج عنه زيادة في الساعة التخزينية لصوامع القمح من 1,400,000 طن عام 2014 ل 3.5 مليون طن عام 2022 بزيادة أكتر من الضعف. فتم إنشاء 41 صومعة ب 19 محافظة. اشتغلنا على تحديث نظم الري والتوسع في أنظمة الري المتطورة بأحدث التكنولوجيا للحفاظ على كل نقطة مية في 2022. زاد إنتاج القمح ل 9,600,000 طن بعد ما كان 8.5 مليون طن. ولما اكتفينا من الخضروات والفواكه بدأنا نصدر لحوالي 160 دولة ونجيب عملة صعبة، فوصل إجمالي صادراتنا في 2022 لأكثر من 400 منتج زراعي لحوالي 6.5 مليون طن، وده أكبر رقم في تاريخ صادراتنا الزراعية. وكمان حققنا الاكتفاء الذاتي في الألبان والدواجن والبيض، ووصلنا بالقطاع الزراعي إنه يوفر فرص عمل لحوالي 5.5 مليون مواطن، بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 15% في 2022 مقابل 11% في 2014. وقدرت مصر تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي. اللي حصل ده ما كانش صدفة، ده نتيجة تخطيط مدفوع بحرص على تحقيق الأمن الغذائي لكل أهالينا، لجل ما تفضل مصر أرض الخير محروسة، والسنين قدام نحكي حكايتنا حكاية وطن. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. هنروح مع بعض للخبر اللي بعده. عن وزارة الزراعة بتعلن عن زيادة محصول القطن في الموسم ده 23%. وزارة الزراعة نجحت هذا العام في زيادة المساحة اللي تم زراعتها من محصول القطن، وصلت ل 23%. علشان نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع هيكون معنا دكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمنسق والمتحدث الإعلامي بمعهد بحوث القطن. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ نرمين وأستاذ مايكل. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور، دايما منورنا في صباح مي. الله يخليك، صباح الفل عليكم. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني زيادة محصول القطن ب 23% نسبة كويسة أعتقد. عايز حضرتك تشرح لنا أكتر عن حجم المساحات المنزرعة خلال هذا العام يا فندم. هو الحقيقة محصول القطن هذا العام زي ما ذكرت حضرتك في زيادة بنسبة 23%، لأن المساحات المنزرعة وصلت 311,000 فدان متوزعين ما بين وجه إبلي ووجه بحري. عندنا وجه إبلي 40,000 فدان تقريبا، ووجه بحري 270,000 فدان. ده لما نيجي نقارنها بالعام السابق هنلاقيها السنة اللي فات كنا زارعين 255,000 فدان. يعني لما هنشوف نسبة الزيادة، نسبة الزيادة في الوجه البحري الإبلي كانت بمعدل 56%، لأن السنة اللي فات كنا زارعين 26,000 فدان في الإبلي، السنة دي 40,000 فدان. معنى كده إن في الزيادات ديت نتيجة وجود إجراءات حقيقية الدولة اتخذتها من خلال تحديد سعر ضمان للقطن حقيقي 10,000 جنيه للإنتر الوجه الإبلي و 12,000 جنيه للإنتر الوجه البحري، وده اللي شجع المزارعين على الإقبال على زراعة القطن، بالإضافة لمنظومة التسويق اللي هي بتضمن حق المزارع في السعر العادل دوت، لأن الدولة قالت إن إحنا في حالة انخفاض الأسعار العالمية وامتناع التجار عن الشراء الدولة هي اللي هتشتري القطن من المزارع. صحيح. وبالتالي ده إداله أمان حقيقي إن هو يزرع القطن بالسعر التنافسي ده مع المحاصيل الأخرى. دكتور مصطفى، ده يخليني أسأل حضرتك، يمكن وإحنا بنتكلم عن الذهب الأبيض القطن المصري الجميل طويل التيلة، طبعا حاجة مشرقة وجميلة فعلا، يعني هل احنا شفنا الصيف ده ما كانش طبيعي، درجة الحرارة كانت مرتفعة جدا، هل ده بيأثر بشكل كبير على زراعة القطن في مصر؟ بالنسبة للحرارة والخلاف بالظبط، حرارة والرطوبة والجو اللي كان سيء جدا في الصيف اللي فات. التغيرات المناخية بصفة عامة بتأثر على أي كائن حي مش المحصول القطن فقط،
ولكن خلينا نقول ان القطن من المحاصيل اللي بتتحمل درجات الحراره، لان هو اصلا محصول صيفي. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي كان عامل مشكله هذا العام وجود درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه والرطوبه النسبيه لفترات طويله ومتكرره. ده اللي كان سبب ان هو يؤدي لزياده تعداد الافات الحشريه زي المن والجاسب والذبابه البيضاء، وبالتالي كان الفلاح ما عندوش خبره في التعامل مع هذه الافات، لانها تحولت من افه سنويه الى افه عويصيه. كانت الاعوام السابقه بتجيله في نهايه الموسم بعد ما القطن بتاعه يفتح ويخلط ويقرب يجني، فبتيجي لمده اسبوعين ثلاثه وخلاص هو بيكون جنى المحصول بتاعه. اما هذا العام الحاجات ديت يعني الموجات الحراريه كانت موجوده من شهر 5. احنا الحقيقه في وزاره الزراعه ومع البحوث الوطني مركز البحوث الزراعيه كان عندنا اجراءات استباقيه، بمعنى مجرد ما اعلنت هيئه الارصاد عن وجود موجات حراريه وخلافه بدانا ننزل النشرات بتاعتنا والتوصيات للمزارعين والمهندسين الزراعيين، وبدانا من خلال الاعلام، يمكن احنا عملنا مداخله معكم على هذا الجزء، ونبهنا للساده المزارعين ان ازاي هيتعاملوا مع هذه الموجه، ومن درجه من ازاي هيروي، ازاي هيرش، ايه هي المبيدات المتخصصه، ايه هي الاجراءات الوقائيه، ما ترشش مبيدات بطريقه خاطئه وخلافه. والحقيقه يعني عشان نكون واضحين، المزارع اللي التزم بهذه التوصيات وبالحذافير وعملها الحمد لله، في مزارعين النهارده جابوا يعني عايز اقول لك ايه في 15 امتار و16 امتار وتعدوا ال 10 نتيجة. المزارع اللي هو ما التزمش نتيجه ظروف ما، ده كان يعني المحصول بتاعه منخفض شويه ووصل لاربع قناطير وست قناطير للفدان. يعني خلينا نقول برضك احنا مش عايزين نحكم على المساحات اللي هي تضررت، لان مش هنقول يعني القطن ما تضررش، لا القطن اتضرر، ولكن خلينا نقدر نقول ان المساحه مش هتبقى كبيره قوي اللي هي اتضررت. واللي هيحكم على الموضوع دوت في نهايه الموسم التسويقي، وده خبر حصري لحضرتك. هذا يعني كمان ساعتين من دلوقتي هيفتتح اول مزاد للقطن هذا الموسم التسويقي في محافظة الفيوم كمان ساعتين على الأقطان بتاعت وجه إبلي، حوالي 32 ألف إنطار سيتم التسويق. دكتور بيكون في مزاد في الوجه البحري ومزاد في الوجه الإبلي؟ هو المنظومة بتاعت التسويق هتبتدي بمزادات المحافظات وجه إبلي الأول، لأن وجه إبلي بدأ في الجني منذ حوالي شهر وتم تجميع كمية كبيرة من الأقطان. يعني أنا بقول لك النهاردة هنعمل أول مزاد على 32 ألف فدان. محافظات وجه بحري هتبتدي بمحافظة المنوفية والشرقية، ولكن لسه هيتحدد الميعاد بتاعه في خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. النهاردة هيبتدي أول مزاد، ونأمل إن احنا نسمع أسعار كويسة كمان ساعتين ثلاثة بكتير قوي، هنكون معنا أسعار جيدة لهذا. نتمنى يا دكتور ناخد من حضرتك مداخلة مرة تانية بعد ما نعرف إن شاء الله يكون نجاح المزاد، ونعرف آخر التطورات في بالنسبة للأسعار فيما يخص الجني في الصعيد إن شاء الله. دكتور مصطفى يعني جزيل الشكر لكنت معنا عبر الهاتف، دكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمنسق والمتحدث الإعلامي بمعهد بحوث القطن، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. أعزائي المشاهدين كده خلصت فقرة الأخبار، نطلع فاصل، وبعد الفاصل هتكون فقرة الصحافة اللي بنستعرض فيه أهم المنشطات في الصحف المحلية والعالمية. سعدنا وشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ العارف بالله طلعت مدير تحرير أخبار اليوم. نطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معانا.